السلام عليكم. هسه راح نحكي عن الانجريز اوف ذا تيلرز. اوكي، بالبدايه لازم نعرف الاناتومي مال تيلرز بون. اوكي، هاي صوره للفوت. الفوت مثل الايد، بيها الفور ارم بيها تو بونز، الليج بيها تو بونز، النوب ماني بونز. اوكي، ذي تارسل بونز. اوكي، بالهاند عندنا الكاربال بونز. الكاربال بونز بالهاند 8، بالرجل عندنا 7. اوكي، كاربال تارسل بونز. عندنا بروكسيمال رو وديستال رو، نفس الهاند كذلك. بعدين راح نشرح طبعا الهاند اناتومي، بس اعتقد تذكرون اغلب الحكي هذا البسيط. اوكي، عندنا التارسل تيلس العفو، كالكانيوم والنافيكولار بون، هذين يمثلين ثلاثة بروكسيمال رو. وعندنا هنا ثلاثة عظمات اسمهم الكونيفورم، ميديال وميديال وانترميديت ولاترال كونيفورم، واخر واحد اسمه الكيوبويد، مجموعهم كلهم 7. وراها بعد نفس الهاند ميتاتارسال بونز 5، النوب الفلانجيس اللي عندنا بال هم بروكسيمال فالانجز فالانجي وميدل فالانجي وديستال فالانجي. اوكي، فيعني مهم نعرف الاورينتيشن مال التيلس بون قبل لا نحكي عن الاناتومي مالته هو بالتحديد. انه هو هذا هو البون تيلس. اوكي، يرتبط بالنافيكولار بون. اوكي، يرتبط بالكالكانيوم او الكالكانيوس من جوا. الجوينت هذا اسمه سب تايلر، وهاي كل الموفمنت مال فوت اللي حكيناها اللي هي غير يعني ما عدا البلانتي فليكشن والدورس فليكشن، كل بقيه الموفمنت تقريبا تضمن السب تايلر. اهم هي الانفرجن والادكشن والابدكشن، الانفرجن البرونيشن كلهم تضمن السب تايلر بون، سب تايلر جوينت. اوكي، ذاك هو كلش مهم هذا الجوينت للفوت موفمنت. اوكي، وفوق طبعا هنا عندنا المورتس والتنن مال الانكل. فالفوت موفمنت تعتمد على الانكل جوينت وعلى السب تايلر جوينت. اوكي، والبقيه الجوينتات الموجوده هي تعتمد عليها بس بدرجه اقل، اهم شيء هو السب تايلر جوينت. فالتايلرز بي يعني هو ريجولار بون، بس بي شويه معاني واضحه بحيث انه تقدر تميز بيه الهيد، تقدر تميز بيه النك، واكو بادي. البادي بي ميديال لاترال وبوستيريور بروسيس. هسه راح نشوف هذا التيلس اناتومي. بس تريد تميز التيلس تدور على الهيد مالته او الدوم اللي هو السوبيريور بارت. هسه هاي الهيد مال تيلس هنا، هذا الدوم، اذا هاي سوبيريور فيو. هنا ما جاي نشوف لا الهيد ولا هذا الهيد. اوكي، ماكو دوم، هاي انفيريور فيو. هذا الدوم ماكو الهيد، هاي بوستيريور فيو. هذا الهيد وهذا الدوم، هاي انتيريور فيو جنبه على من قدام. هذا الهيد وهذا الدوم وهاي اللاترال ميديال بروسيس، فهاي جنبه على ميديالي وهنا جنبه على لاترال. اوكي، فالهيد هذا اللي هو articulates with the navicular bone. اوكي، طبعا هنا الجوينت اللي بين النافيكولار والتيلس هم يشارك بيه او موجود بالجوينت كابسول، مرات تقنوها الاشاي الكالكانيوم هم او الكالكانيوس. اوكي، مو مهم هسه الحكي بالنسبه للموضوع الانجريز مال التيلس. عندنا الدوم، عندنا العفو النيك هيد ونيك، والباقي البارت اوف ذا تيلس هو كله البادي نسميه. المهم عندنا هو اللاترال بروسيس، ميديال بروسيس، بوستيريور بروسس، بي ثلاث بروسس. اوكي، وراح نقسم الفراكشرات اوكي على هال بارتس اوف ذا تيلرز. هسه انترو التيلر فراكشر ار ريليتيفلي انكومن انجريز. ليش انكومن؟ هسه راح نعرف. بات اسوشيتد وذ سيجنيفيكانت كومبليكيشنز. ليش؟ واي سيجنيفيكانت كومبليكيشنز؟ تقريبا نفس السبب اللي هو انكومن، نفس السبب انه ليش هي بيها سيجنيفيكانت كومبليكيشنز. اوكي،
The significance of the more serious injuries is enhanced by two important facts. Okay. التيل اس از ذا ميجر، طبعا هاي من الكتاب الحكي يمكن ما موجود بالمحاضرة اعتقد. اوكي. التيل اس از ذا ميجر ويت بيرنج ستراكشر. اوكي. The superior articular surface carries a greater load per unit area than any other bone in the body. انت واقف هسه، من توقف على التيلس، الانكل والتنن والمورتس والتنن كله وزنك على التيلس، فلذلك هو بون كلش قوي، مو بسهولة ينكسر. فمن ينكسر غالبا لذلك هو انكم من ينكسر، مو بسهولة ينكسر، ومن ينكسر غالبا يكون significant complications. ليش؟ لان هو ميجر بون وقوي، من ينكسر غالبا اكو associated injuries وياه. اوكي، هاي واحدة. اثنين هسه، هاي يعني من الفراكتشر تيلس يعني نعرف انه هاي التروما قوية، احتمال اكو other life threatening يعني conditions عند المريض، فننتبه انه يابا ترى الحالة هاي خطرة، مو سهلة، مو بسهولة ينكسر هذا العظم. هاي واحدة بالنسبة للأذر يعني injuries أو complications. الشغلة الثانية اللي تخلي significant complications بي تتعلق بالتيلس بون نفسه، انه هو هذا vulnerable blood supply. اوكي، ان relatively common site for post traumatic ischemic necrosis اللي هو AVN avascular necrosis، شرحنا عليه بالبرنسبلز. اوكي، راح نشرح بعدين هسه، راح نشرح على البلا سبلاي مالته وليش هو liable للافاسكولار نكروسيس. هذا البلا سبلاي مال هذا البلا سبلاي مال تيلس. اوكي، يجي له من البوستيريور تيبيال ارتري، ويجي له من البرفوريتنج بيرونيال ارتري، قلنا بيرونيال معناها فيبيلر. اوكي، يعني جاي له من اللاترال، وهنا هذا البوستيريور تيبيال ارتري جاي له من الميديال، واكو الانتيريور تيبيال ارتري. هذني يغذن at the level of the neck. اوكي، فيروح يغذن anterior العفو distal to proximal. اوكي، مثل ما راح تقرون بالسكافويد، فراكتشر سكافويد، يتغذى السبلاي مالته distal to proximal، فهذا يخليه لايبل انه البروكسيمال بارت اذا انقطع عنه البلس سبلاي داي. Okay. The head of the talus is richly supplied by interosseous vessels. Okay. Intraosseous vessels. Sorry. However, the body of the talus is supplied mainly by vessels that enter the tailor neck. هذني. The body supplied من هذني اللي يدخل mainly من neck. Okay. And then run retrograde. يعني بالعكس يرجعن from distal to proximal. هسه مكان طبعا راح يفيدنا هذا البلس سبلاي، هسه بعدين نشوف بالكومبليكيشنز اللي هي سيجنيفيكانت كومبليكيشن الافاسكولار نيكروسيس. البيشنت غالبا انفولد ان موتور سايكل فيكل، يعني رود ترافيك اكسيدنت ار تي اي، لو فولينج فروم هايت. هيستوري اكزامينشن، الفوت والانكل ار بين فول اكيد، وسوالينج والديفورميتي هذا يعني تقريبا نون سبيسيفيك. سكين مي بي تنتد اور سبليت، ما عرفت شو معناه صراحة، تنتد أو سبلت، أعتقد يعني أكو صورة بالمحاضرة، يعني أعتقد واحدة من عادة إن هي تنتد، إنه يكون يعني يعني مو السكين ترجر العادي تحسه، وسبلت ممكن يعني أوبن صاير. The pulse should be checked. ليش؟ ونقارنه ويا الأذر ليمب. ليش؟ يعني قلنا إحنا liable avascular necrosis، لازم نتأكد إنه البلس سبلاي إليه، أكو البلس سبلاي إليه موجود. اوكي، وقلنا انه هاي يعني فيلوسيتي انجري، هاي انجري يعني هاي انرجي انجري، فلازم نشيك يعني هنا انفسز او يعني تركيز على البص انه نشيكه. فراكتشر تيلر نيك. اوكي، ميكانيزم اوف انجري از برودوس باي فايلنت هايبر اكستنشن اوف ذا انكل، ذا نيك اوف ذا تيلس از فورست اجينست ذا انتيرير ايدج اوف ذا تيبي. If the force continue, the fracture is displaced and the surrounding joints may subluxate or dislocate. Okay, هنا تفسرنا ليش يعني بالموتورسايكل اكسيدنت بالتحديد. بالموتورسايكل اكسيدنت، بالموتورسايكلز الشخص غالبا حاط يعني رجله بمكان بحيث هو اصلا مسويته اكستنشن. اوكي، الاكستنشن هو بلانت فليكشن يعني. اوكي، فمن يصير حادث او شوف شنو، راح يندفع كل جسمه اللي قدام ويصير هايبر اكستنشن بالفوت، فاحتمال يندفع ال neck of the talus against the neck of the talus against the interior edge of the
تيبيا. اوكي الفورس كونتينيو، اذا كلش فورس كانت قويه مو احتمال يصير ديسبليسمنت او سبلكسيشن للسراوندنج جوينتس، اللي هي اهم شيء اللي هو عندنا سب تيلر جوينت والانكل جوينت. اوكي فراكتشر تيلر بادي، هاي غالبا هاي تشرح لنا الميكانيزم الثانيه. اوكي اللي يجينا اياه بالهيستوري المريض انه يوجوال يصير كومبريشن انجري دو تو فولينج فروم هايت. اوكي يعني يصير كومبريشن انجري من يطيح المريض على رجله توصل للتيلر بادي وتصير تسوي كراش انجري او يعني فراكتشر مثل ما سجل نشوف. اوكي they are often displaced with distortion of the telecanicular joint. التيلو كانيكولار جوينت هو السب تيلر جوينت نفسه. اوكي الاوستيوكوندرال فراكتشر، اوستيوكوندرال فراكتشر كل اكو هواي انواع من الاوستيوكوندرال فراكتشرز، يعني مو فد شيء سبيسيفيك للتيلس، بس هو المقصود بالاوستيوكوندرال فراكتشر انه راح يصير ديسربشن او فراكتشر للارتيكولار كارتليج اوكي وللبون اللي جوا السب كوندرال بون. فالونج اكيوت تروما يجوالي اوكر ان ذا لاترال بارت اوف ذا دوم، هذا الدوم اوف ذا تيل السوبيريال بارت المرتبط بالانكل، التنن اللي بالتنن بالمورتس والتنن هو الدوم اوف ذا تيلس. اوكي اللاترال بارت يصير بكسر، وكذلك الكوندرال اللي هو الكارتلج يصير بكسر، يعني هذا اسينشال هو التايب اللي مرتبط بال يعني انترا 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 ارتكولار فراكشر، فراكشر اوف ذا لاترال اند بوستيريور بروسس. اوكي they are usually associated with ankle ligaments injury. الانكل الليجمنتس اللي ذكرناها الدلتويد اللي هو الميديال كولاترال ليجمنت واللاترال كولاترال ليجمنتس، هنا هذني ذكرنا انه اكو فيبيلا ذكرنا انه اكو تيلو فيبيلار ليجمنت انتيريور وبوستيريور، ذكرنا انه اكو تيبيو فيبيلار ليجمنت. اوكي فهذني الليجمنت ممكن يسوون افولشن فراكتشرز، وهذني الليجمنت وين متصلات بالبروسيس اللاترال بروسيس والبوستيريور بروسيس. سايل صوره اللاترال بروسيس اوف ذا تيلس صار بي افولشن. اوكي غالبا من التيلو فيبيلار ليجمنت او other ligaments. posterior process اوكي هاي نشوف هالposterior process باللاترال باللاترال فيو. اوكي لاترال راديوغراف راح يشوف لنا بس شنو لازم نفرقها عن شنو، عن شيء اسمه اوسترايجونوم. اوسترايجونوم هي واحده من الهواي يعني شغلات موجوده هي بس يعني ما ينحكي عنها يعني لحد ما خلينا نقول لي جوقتها. اوكي مثل بالابتدائيه من كنا ندرس ان الاعداد من صفر وفوق بعدين طلعت لك بسوالب وهاي. فالاوسترايجونوم موجودات يعني تقريبا بهواي مقارنات بالجسم بايدك برجلك، وهاي هي عباره عن اوسيكلز يعني مصغر البون يعني فد بون صغير. اوكي انسيجنفيكنت ويعني فاريبل، اكو ناس موجود عندهم انواع يعني اكو ناس موجود عندهم اكو ناس موجود عندهم، وبالفوت يمكن اعتقد اكو فد بالعشرين هيك شيء او سيكل صغار، بس هسه اللي يهمنا هو هذا الاسم وين الاسماء طبعا هنا بس مو مهم ابد تحفظهم. اللي يهمنا هو باللاترال بروسيس فراكشر مال تيلس اكو شيء احتمال كونفيوزت احنا وذ فراكشر اللي هو السي اللي هو اوسيكل اسمه اوسترايجونوم. اوكي فلازم نعرف شلون نفرقه. فراكشر راح يكون اكيوت طبعا يعني كلينيكال فيتشرز راح تبين اكو كلينيكال فيتشرز عند المريض. اوكي بس يعني هو غالبا عنده انجري فانت ما جاي يعني تاخذ له يعني اكس راي هيك بدون اي شيء، فانت جاي تاخذ له اكس راي وهو عنده انجري، بس تريد تعرف انه هاي الانجري جاي يشوفها لو غير انجري الالم مالته السيمتومز مالته. اوكي ف نعرفها هنا من الابسنس اوف ذا كورتكس، هاي الاوسترايجونوم. اوكي هنا مستمر الكورتكس واضح ديفايند كلش واضح، وهنا مستمر الكورتكس مال البون مال تيلس واضح، وما تحس انه هذا او ما هذا مو من هذا اوسيكل موجوده بوحدها وهاي تيلس بوحده. هنا لا اكو ديسربشن واضح بالكورتكس اوف ذا بون. اوكي هذا مو راوند مو سموث، طبعا هم الاوسيكل تكون سموث راوند سموث.
هذا اكو فراكتشر لاين هنا، وهذا الكورتكس. اوكي، مو كليرلي ديفايند. هو هذا الفرق اللي راح اوضح لك انه هذا اوستريجونوم لو البوستيريور بروسس اوف ذا تيلس. هسه بالاكس راي راح تطلب ال بي اي بي لاترال اوبليك، واحتمال تحتاج السي تي. اوكي، كل ما يعني فراكتشر بمكان بي هواي بونز، مثل هسه هاي الفوت حاليا بي هواي سوفت تيشو، غالبا نحتاج السي تي، لان صعب تفرق بين الـ بين يعني الفراكتشر لاين تشوفه او تعرفه. اوكي، فبالسي تي هسه وبالاكس راي، هاي نقطة مهمة، نشيك البوث ماليولاي اللي هو ونشيك الانكل مورتس، اوكي، التيبيا والفيبيلا، نشيك التيرس كله وكل البارتس مالته، اول ادجسنت تارسال بونز، هذين تارسال بونز اللي هن اللي ذكرناهن السبعة المساء، شود بي كيرفولي اسيست. اوكي، ليش؟ لان احنا قلنا يعني لين هو يعني تاف بون، قوي كلش قوي، غالبا انه احتمال مسوي اذر انجريز، لازم نشيك هذني ناكد عليهن. Undisplaced fractures، هاي عبارة من الكتاب فحبيت أحطها. Undisplaced fractures are not always easy to see, and sometimes even severely displaced fractures are missed in the initial assessment because of unfamiliarity with the normal appearance. Sad but true. أوكي، ليش جاينا نحكي إحنا بالإكس راي وشلون يصير والأناتومي مالته والخبصايا كلها مالته؟ إنه احتمال ما تلقوا في الفراكتشر أو الإنجري عند البيشنت، وهالشي هاي تؤدي الى complications، significant complications ذكرناها. لازم عندنا familiarity with the normal appearance. هسه نجي للتريتمنت، وصلنا هسه التريتمنت of the undisplaced fracture. اوكي، نعتمد الجنرال رول. اوكي، نعطي سبلنت، نحط سبلنت للبيشنت، سبلنت العفو، مو فول كاست، لان غالبا اكو سوالنج واكو اديما. اوكي، when swollen subside replaced by complete cast with foot بلانت فليكشن. اوكي، لازم نسوي بلانت فليكشن للفوت، غالبا فوت انجريز نحطهم بلانت فليكشن. اوكي، افتر 4 ويكس ذا بلاستر از ريموفد، ريدكشن از تشيكت باي اكس راي، نشيك الريدكشن هذا صار مضبوط ولا لا ورا 4 ويكس. اوكي، مثل ما قلنا الارقام مو مهمه، المهم تعرف الجنرال رول. اوكي، نيو كاست از ابلايد وذ ذا فوت ان بلانتيجريد، بلانتيجريد يعني الوضعيه النورمال اناتومي مال فوت، النورمال اناتوميكال بوزيشن، لا هي بلانتيفليكشن ولا هي دورسيفليكشن، وذ جراديوال ويت بيرنج. هي الفكره شنو؟ انه نضل نغير الكاست هاي شوي شوي للفوت هاي، هي بلانتيفليكشن. اوكي، شوي شوي نحاول نسويها بلانتيجريد خلال هذا الوقت، وهي جراديوال ويت بيرنج. Displaced fracture may associate with subluxation or dislocation. قلنا إذا وصل هيج قوي لفراكتر بحيث صار displaced، احتمال associate with subluxation or dislocation of the subtalar or ankle joint. Reduction must be perfect. لازم perfect reduction، لأن ذكرنا إنه subtalar joint والankle joint مهمات كلش، للأهم jointين للfoot movement. أوكي، وهذا بما إنه صار بيها joint الموضوع، هذا انتر ارتكولار فراكتشر او فراكتشر ديسلوكيشن، فمهم انه نرجع البرفكت اناتومي. مانيبوليشن اندر انستيزيا كان بي ترايد فيرست، نفس البرنسبلز، ذا تراكشن از ابلايد وذ ذا انكل اند بلانتر فليكشن، ذا فوت از اوفن انفرتد اور انفرتد تو كوركت ديسبليسمنت، حسب الانجري شلون صارت. اوكي، نعكس الباثولوجيكال فورس، ريدكشن از تشيكت باي اكس راي، تشيك الريدكشن. Below knee cast is applied with foot in equinus. الإكوينوس هو البلانت فليكشن نفسه، إكوينوس من توقف هسه على طرف أصابعك، هسه أنت الفوت مالتك بالإكوينوس. أوكي، هاي يسمونه إكوينوس. For 4 weeks، نفس ال undisplaced. أوكي، نحط له below knee cast for 4 weeks، إنه بنغير نبي نغير بالكاست لحد ما نوصله إلى بلانت جريد، وهي gradual weight bearing for another 4 weeks. إذا failed الريدكشن، close reduction، هم نفس البرنسبل، نرجع إلى إنه over reduction internal fixation، لأن يعني هذا displaced fracture غالبا ب subluxation أو dislocation، لازم نضبط الريدكشن. أوكي، أو
اوبر ريدكشن انترنال فيكسيشن باي سكرو او كي واير، ونحط له ورا العمليه بلو ني كاست. فول ويت بيرنج از نوت بيرميتد انتر ذير ار ساينز اوف يونيون. هاي جنرال رولز يعني. اوكي يعني هي موجوده بالبرنسبلز، سواء ذكرت او ما ذكرت، هي جنرال رولز نفس الحكي اللي حكيناه بالبرنسبلز. بس هنا يعني كل فراكشر يصير بي انفسس على هاي السوالف، على فد شيء معين بي حسب يعني اهميته او الشغلات المتعلقه بيه، الكومبليكيشن المتعلقه بيه. فهنا يعني هو وزن الجسم كله عالي وهاي، ذكرنا انه يابا ترى انه الفول ويت بيرنج از نوت بيرميتد انت ذير ار ساينز اوف يونيون. بس هنا كل الفراكشرات نفس الشيء، كلهم لازم انت طبعا ما تسوي فول ويت بيرنج الا لحد ما اكو ساينز اوف يونيون. وحطينا بلوني كاست لان الانترنال فيكسيشن يخلي المريض بسرعه يعني يقوم، يقدر يمشي، يقدر يسوي بارشال ويت بيرنج. بس هنا نريد نتاكد وناكد على الريدكشن وعلى الهولد مالته، وحتى البيشنت لا راسا يعني ياخذ راحته يمشي، احتمال يصير بيه ديسلوكيشن. يعني الفراكشر مهم هذا، والوزن الجسم كله على هالبون هذا. اوكي كومبليكيشنز مال يونيون، قلنا انه احتمال يكون مست هذا الفراكشر مال تيلس، فاحتمال يصير بيه مال يونيون لان يعني كان بي مست وهو يصير بي مس. افاسكل نكروسيس هسه الحكي كله راح ينعاد الحكي هنا. بلاد فيزل انتر ذا بون فروم انتيريور تيبيال بوستيريور تيبيال بيرونيال ارتريز ات ويل انستموسيس فيزلز فروم ذا سراوندينج كابسول اند ليجامنت. ذا بودي اوف ذا تيلس سبلايد باي فيزل انتر ذا تيلر نيك فروم ذا تارسال كانال اند ذي ران فروم انتيريور تو بوستيريور. اوكي البودي ان فراكتشر اوف ذا تيلر نيك ذيز فيزلز ار ديفايدد. صار فراكتشر اوف ذا تيلر نيك، فهذان الفيزلز بتاعي يعني بالتحديد التيلر نيك فراكتشر هو اللي يخوفني من افاسكولار نيكروسيس. اوكي هذان الفيزلز ينقطعن اف ذا فراكتشر از ديسبليسد ذا اكسترا اوسيوس، مو الانترا اوسيوس اللي هن هذان الفيزل اللي قال منها الاكسترا اوسيوس بلكسس. اوكي يعني هذان اللي قلنا عليه البيروستيال فيزلز اللي تغذي الاوتسايد اوف ذا بون او الكورتكس. اوكي هم احتمال ما يدامج بسبب الديسبليسمنت، فالبون لا عنده بلاد فيزلز من جوا ولا من برا. اوكي اند ذا بودي اوف ذا تيلس بيكم اسكيميك. ذا ايرليست ساين از هاي الساين مال بالاكس راي ابيرنت انكريز دنسيتي اوف ذا افاسكولار، مكتوب بالمحاضره فاسكولار هاي غلط، هي انكريز دنسيتي اوف ذا افاسكولار سيجمنت. اوكي ديسبايت نيكروسيس ذا فراكتشر مي هيل ويت بيرنج شود بي ديليد. احتمال حتى لو يصير نيكروسيس بالبادي اوف ذا تيلس الفراكتشر ماي هيل، بس الويت بيرنج احتمال اخره. اف ذا تيلس بيكم فلاتند اور فراجمنتد اور بين اند ديسابيلتي ار ماركت ذا انكل ماي نيد ارثروديسيس. فهسه شنو افاسكولار نيكروسيس كلش مهمه هنا بالتيلس. اوكي عرفنا ليش تصير وعرفنا الارليست ساين، هاي بالعملية أكثر شيء يعني مهمة أو من تقرون إكس راي إنه شلون تعرف هذا البون صاير بي أفاسكولار نيكروسيس لو لا. بالإيرلي ساين هي إنه تكون يعني أبيرنت دنسيتي أو ذا أفاسكولار سيجمنت. هنا الفكرة إنه جاي تموت ال يعني البون سيلز، فجاي تطلع يعني الكالسيوم اللي بيها والماتيريال اللي بيها، فيصير أبيرنت دنسيتي بالبداية بالنسبة للريلاتيف يعني البقية السراوندينج مالتي. فالأفاسكولار سيجمنت في البداية تكون increase density، مو معناها يدل على healing لو مو على healing يدل، انما avascular necrosis despite necrosis the fracture may heal. بس احتمال اذا صار flattened لو fragmented، يعني هنا subtalar bone صار بيه مشكلة او pain with disability كلش marked بالنسبة للpatient، the ankle maybe may need arthrodesis. Arthrodesis هو لحم يعني لحم او التحام او التصاق الجوينت، يعني جوينت نلغي الاناتوميكال جوينت الطبيعي ونلحمه سوا، بحيث الموفمنت هاي نخسرها مال الجوينت بس على مود يروح الالم وعلى مود تروح الديفورميتي او وات ايفر يعني الغرض اللي نريد نسويه. احنا هنا البيشنت عنده ديسابيلتي او بين، ف ايش اسمه نلغي له الاناتوميكال يعني جوينت ونسوي له ارثروديسيس. سكندري اوستيوارثرايتس لان قلنا احتمال يصير dislocation أو subluxation للsubtalar joint أو للankle joint، وأي joint هو بي احتمال يصير بي secondary osteoarthritis. هسه راح نحكي عن calcaneus fractures أو calcaneum fractures. أوكي okay. applied anatomy خلينا نعرف position مالته بالبداية من tarsal bones. أوكي okay.
هذا هو كاكينيوس. اوكي، اهميته غالبا هي من عنده يتكون السب تايلر جوينت. اوكي، وضمن البروكسيمال رو مع التارسال بونز هو والتيرس والنافيكولا بون. هسه راح ناخذ الاناتومي مالته من سوبيريور فيو نوب لاترال ونفتر حول البون. اوكي، المهم بي اربع فاستات فاسيتس، الانتيرير والميدل او السنتكلر فاسيت والبوستيرير فاسيت، هذين ثلاثتهن بوينتس اوف اتاتشمنت ويل تيرس بون. اوكي، فهن يكون السبتيلر بون السبتيلر جوينت. اوكي، اكو بعد فاسيت فور كيوبويد انتيريرلي راح نشوفها بعدين، بي انتيرير بروسس وبي لاترال بروسس، وكو هنا ميديال بروسس، وهاي كل المكان يسمونه تيبروسيتي مال كالكينيوم. اوكي، وهذا البارت اللي طالع كأنه بوحده هيك شرفه او بلكونه اسمه السيستنت كيلوم تالي. اللاترال فيو نفس هاي الفاسد هنا فور كيوبويد، وهذا النيل هنا انتيرير الفاسيت، وهاي الميدل، وهاي البوستيرير، وهاي كالكينيوم توبوستي، واكو بين لاترال وميديال بروسس. هذا اني بوستيرير اللي اكو بيها السوبيرير فاسيت وميدل وهاي. المهم هي الميدل انه اتاتشمنت فور اكيد ستندن، فهو البون هذا اتاتشمنت فور اكيد ستندن، وراح اشوف انه هو جزء من كومبليكيشنز مالته يتعلق بالاكيد ستندن. بس ميديالي نفس الستراكشرز جاي نشوفها، ميديالي هو الستندكلوم تالي، وهاي الفاسد صارت واضحة مال كيوبويد، وهاي الميديال بروسس، وهاي انتيريور دي ميديال بروسس لاترال بروسس، وهاي انتيريور بروسس بيها الفاسد فور كيوبويد. باقي الستركتشرز هسه نجي نحكي انه ليش امبورتنت هذا الفراكتشر مال كالكينيوم بون. This is the most common tarsal bone fracture. And 5 to 10% of cases, both heels are injured. Okay. كلش مهم لأن هو the most common. وهسه راح نشوف ليش both heels are injured وليش بعد مهم. غالبا the mechanism of injury هو fall from a height. شخص صعد على درج، يعني غالبا راح يجيك من هذول، يعني مثل جماعة المولدات اللي يصعدون على بالكهرباء، اللي يشتغلون بالكهرباء يصعدون على المود يسوون الوايرات وهاي، او اي واحد يشتغل بالدرج وهاي ممكن يجيك هيتش هيستوري عنده كالكنيوم فراكتشر. اوكي، فا اوفن فور فروم هايت البيشنت يطيح على وان اور بوث هيلز، وهو الهيل بون هذا. So the calcaneus is driven up against the talus and is split or crushed. احتمال crushed يصير بحيث انه comminuted fracture، او split يصير fracture 9B. وراح نشوف انواع، هو بي extra articular و intra articular. Over 20% of patients suffer from injuries to spine, pelvis and hips. هاي second important ليش احنا ندرسه، بالاضافة انه هو اكثر واحد common بالtarsal bone fractures، انه غالبا associated with another injury significant injuries، ان هو مثل السباين بلفس والهيبس، لان طايح البيشنت من فول فروم هايت. او احتمال غير انه سبلت وكراش انجري راح يصير بالبون، احتمال يصير افولشن فراكشرز يصير بالبون بسبب انه الاتاتشمنت مالته ويا الاكيلس تندن، او الاكيلس تندن اتاتشمنت ويا او من الانكل ليجمنتس. قلنا بال الليجمنتس اللي ذكرناها الميديال كولاترال ليجمنت اوف ذا انكل واللاترال كولاترال ليجمنت اوف ذا انكل، يعني قلنا بهم متكونات من عده ليجمنتس انه مو ليجمنت واحد، فاكو ليجمنت تتصل بالكالكينيوم، فاحتمال تسوي لك هذني افولشن فراكشرز. هذا التايبس اوف انجري اللي تصير بالكالكينيوم. هسه تقريبا هو يعني بكل بوزيشن بالهيستوري بالاكس راي بالشي اسمه اكو شغلات مميزه بالكالكينيوم فراكتشرز. تعرفنا انه بالميكانيزم انجري المميز انه انه اكو اسوشيتد انجريز غالبا تكون بي بالهيستوري. نفس الحكي راح يكون بين فولو وسوالينج وهاي، بس تقريبا تقدر تعرفها من هاي المعلومه، نورمال كافيتي بلو ذا لاترال مايولس از لاكينج. اكو ديبريشن تقدر تحسه،
جوا اللاترال مانيولس هذا راح يكون ما موجود، يكون كافيتي هاي تختفي. Subtalar joint cannot be moved but ankle movement is possible. اوكي فهو يعني قلنا شنو هي الانكل موفمنت، هي البلانت فليكشن دورس فليكشن. فتقدر يقدر يسوي المريض هذين الموفمنت الاثنين، بس ما يقدر يسوي ادكشن ابدكشن والبقيه الموفمنت اللي تكون من ابدكشن وادكشن، هنا السوبنيشن برونيشن انفرجن وافرجن. اولويز تشيك فور ساينز اوف كومبارتمنت سيندروم اوف ذا فوت. اوكي هنا بي واحده من الكومبليكيشنز المهمه بيه هو انه احتمال يصير بي كومبارتمنت سيندروم. بالاكس راي نقدر ندز اي بي فيو ما يفيد، فندز لاترال فيو اوبليك فيو واكزيال فيو. اكزيال فيو يعني يمكن موجوده الصوره بالمحاضره، تاخذ له فيو اوف ذا هيل يعني من ورا. اكس راي هاي لا ننساها، انه ندز اكس راي اوف ذا سباين بلفس ونيز. اوكي ممكن حتى الهب، وسيت سكان مرات نحتاج سيت سكان حتى ديفرنشيت. مثلا هنا قلنا من يصير يعني السبيس كلش صغيره، هواي فراكس يعني هواي بونز سوى هاي صعب نشوف، ومرات مثلا الليجمنتس انجري صعب تتحدد بالاكس راي. فهنا هم احتمال بعض الانجريز نحتاج لها سيت سكان. بس الاكسترا ارتكلر فراكتشر هاي الصوره يعني تختصرها بالكتاب، انه الاكسترا ارتكلر فراكتشر اوف ذا كالكانيوم احتمال اي اللي هي انتيرير بروسس، او احتمال البادي ما اعرف شنو انتوماكالي هو البادي مالته، اعتقد يعني مصطلح بس بالكسور او مسوينه بالكسور هيك شيء، لان ما لقيت انتوماكالي بي بادي متقسم. اي شيء غير البروسيسز يعني او الفاسيتس مالته هو البادي اعتقد. السي هي التبروسيتي، هاي كلها التبروسيتي قلنا. اوكي هاي الانتيرير بروسيس او البادي مالته. الدي هو السستنت كلام تاري اللي هو ميديال يكون، و الميديال تيوبريكل او الميديال بروسيس هاي احتمال هنا هاي هذان القناه اللي صار بهن الفراكشر هو راح يكون اكسترا ارتكلر. الانترا ارتكلر سبيسيفيك رجع نحكي عن يعني السبتيلر جوينت، لان هو الجوينت الوحيد بالنسبه للكلكينيوم هو السبتيلر جوينت. يشارك السبيس مال تيلو نافيكولار جوينت، الجوينت اللي بين التيلس والنافيكولم، لذلك مرات يسمونه تيلو كاركينيو نافيكولار جوينت، بس يعني مو بالجوينت انما بالجوينت كابسول هو موجود البارت اوف ذا اوف ذا كاركينيوم. تمام هسه مكتوب المحاضره ان انتر ارتكولار فراكشرز بيها برايمري فراكشر لاين وسكندري فراكشر لاين. البرايمري فراكشر لاين هنا يبدي بوستيريور ميديالي ويروح الى انتيريور لاترالي، بس هاي المعلومه تعرفها. واحتمال يسوي سكندري فراكشر لاين، واحتمال يسوي تانج او هاي الدبرشن. اوكي مو فد معلومات مهمه يعني صراحه، المهم هسه المهم هو بالاكس راي حتى تميز هذا المهم هو بالفراكشر هذا كله السبتيلر جوينت، وحتى تميز السبتيلر جوينت صار بي ديبريشن او افكتد او مو افكتد او انتر ارتكولار الفراكشر لو لا، المهم هو انه تدور على البوهلرز انجل. اوكي شنو هي البوهلرز انجل؟ هاي انجل درون من من الهايست بارت البوستيرير بارت اوف ذا كالكانيوم للهايست بارت اوف ذا بوستيرير فاسيت او البوستيرير اتاتشمنت مال الكالكانيوم ويل التيلس. اوكي وهنا الانذر لاين من الانتيرير بروسس الهايست بوينت بالانتيرير بروسس للبوستيرير مارجن بالاتاتشمنت البوستيرير اتاتشمنت مال سبتيلر جوينت. اوكي هذني انترسكت ايتش اذر واكو انجل راح يصير هنا. اوكي فهاي الانجل نورمالي تكون مفروض هسه هاي نورمال وهاي اب نورمال. نورمال المفروض هسه هنا هاي الانجل 33.9، نورمال المفروض تكون بين 20 الى 40، فهسه هاي نورمال. هاي الانجل 14 فهاي اب نورمال، هنا اكو فراكشر انترا ارتكولار فراكشر اوف ذا كالكانيوم. اوكي A line is drawn between the posterior superior aspect posterior superior aspect of the calcaneum and the highest point of the posterior subtalar articular surface يعني posterior facet. اوكي A second line
which intersects the first قطعه يا is drawn from the highest point of the anterior process. قلنا الانتيريور بروسس هاي اللي بيها الفاسيت فور كيوبويد to the posterior margin of the subtalar surface. يعني نقدر نبدل هاي العباره بهاي العباره اللي فوق الى ال posterior subtalar articular surface. اوكي هسه التريتمنت نفس الجنرال رولز فور اكسترا ارتكيلر وانديسبليسد انترا ارتكيلر فراكشرز. اوكي نسوي الفيشن للفوت نحط بلوني باك سلاب وننتظر حتى الادمه تروح بعدين بلوني كاست 4 اسابيع نبدا بارشال ويت بيرنج فور انذر 4 ويكس حد ما يخلص العلاج. اذا ديسبليسد انترا ارتكيلر فراكشر نسوي له اوبر ريدكشن انترنال فيكسيشنز. اوكي ما نقدر نسوي له كلوز ومهم السب تيلر جوينت فلازم نسوي يعني انتر ارتكيلر فراكشر هذا بعد لازم نسوي as perfect as possible. ال complications اللي ممكن تكون بالكالكانيانس فراكشر اللي هذا اني swelling و blistering يعني wound infection هاي السوالف ممكن يصير و compartment syndrome هاي مهمة ممكن باحتمال compartment syndrome ذاك رأسا بدينا foot elevation و foot elevation الليتنال شوية specific بالكالكانيوم فراكشر عندنا برونيال تندن امبينجمنت بيكوز اوف ذا لاترال ديسبليسمنت اوف ذا بودي. هاي البرونيال تندن اوكي مور ذان وان مس ذان وان مسل التندن مالتها يعبر منه اوكي واكو هنا برونيال تيوبركل بالاناتومي مالته موجوده بالصور اذا تشوفونها فيعبر من جوا هاي التيوبركل فاذا صار ب لاترال ديسبليسمنت للبودي احتمال يضيق المكان هنا ويصير ورا فتره ليت يعني امبنجمنت. اوكي insufficiency of tendon achilles the loss of heel height may result in diminished tendon achilles action. هسه هنا مو الاتشمنت مال تندن اوكي مال اكيليس تندن من اذا الهيل هايت قل سبب هنا الفراكشر صار ديبرشن بي الاكشن مال المصل بعد ما يصير اناف حتى يدفع الرجل اللي جوا هو الاكشن مال اكيليس تندن انه توقف على اطراف اصابعك اوكي فيصير الاكشن مالتها انسفشنت من المريض يعني قوه يقدر يدفع الرجل اللي جوا يدفع اصابعه اللي جوا اوكي فهاي انسفشنسي اوف تندن اكيليس لان نخسر الهيل هايت فيقل الرينج اوف مومنت بالجسم بالفوت موفمنت بالتحديد بالبلانت فليكشن اوكي التندي الاكيلس مسؤول عن البلانتر فليكشن تيلو كالكينيال ستيفنس اند اوستيوارثرايتس تيلو كالكينيال قلنا انه هو السب تيلر جوينت نفسه فاحتمال يصير ستيفنس اور اوستيوارثرايتس اذا ما رجعنا بيرفكت او ستيفنس اذا ما سوينا اكسرسايزز بين اون ووك اون رف سيرفيسز هنا هو السب تيلر جوينت مسؤول عن برونيشن قلنا والسوبينيشن هذا هو السبتيلر جوينت فاذا صارت مو بيرفكت الاينمنت اذا صار بي اوستيوارثرايتس اذا صار بي غير مشاكل وهاي احتمال يصير وحده من الكومبليكيشن مال الكالكانيوم فراكتشرز او انجري للسبتيلر يعني جوينت انه البين اون ووكين اون رف سيرفيس لان من تمشي على رف سيرفيس يعني مثلا صخور من تمشي على صخور رجلك وايد مر برونيشن سوبينيشن ظل كل ما تدوس على شيء رجلك تفتر برونيشن سوبينيشن فمن يمشي على رفس سيرفيسز البيشنت يحس بين بالسبتيلر جوينت وها هي كل وهذا هو كل شيء على الكالكينيوم فراكشرز. هسه وصلنا للتارسو ميتاتارسال انجريز او يسمونها لسفرانك حسب الدكتور اللي وصفها لسفرانك فراكشر ديسلوكيشن او لسفرانكس انجريز كلها نفس الاسماء. نبدأ بالاناتومي الميتاتارسال السنني الاول الثاني الثالث الرابع الخامس اوكي يرتبط انوي الديستال رو مالت التارسال بونز اوكي اللي هو الميديال كونيفورم الانترميديات كونيفورم اللاترال كونيفورم والكيوبويد اوكي هذني غالبا الفراكشر بهذا الجوينت هو هن اكثر من جوينت غالبا يصير مو ايزوليتد فراكشر بواحد من تارسو ميتاتارسال جوينتس يكون
سوا، يعني كلهن الفايف جوينتس يصير بهن فراكشر ديسلوكيشن. اوكي، ممكن ديسلوكيشن او ممكن فراكشر ديسلوكيشن. يعني شنو فراكشر ديسلوكيشن؟ يعني مثلا فراكشر لاين انجا طق هنا النافيكولار، مذكور يمكن واحد من عندهم الفراكشر ديسلوكيشن هيك النافيكولار بالمحاضره الاصليه، بس هي جنرال رولز. يعني اي فراكشر لاين يجي يضرب مثلا يكسر النافيكولار ويكسر مثلا انترميديت كيونيفورم وكذلك يوصل للجوينتس ويسوي لهم ديسلوكيشن، صار فراكشر ديسلوكيشن. اي فراكشر ديسلوكيشن بنفس يعني نفس المتصلات سوي يسمونها فراكشر ديسلوكيشن. اوكي، فهسه اهم شيء عرفنا البوزيشن مال هذا الجوينت، وهسه نحكي عن الانجريز اللي ممكن يصير بيه. السكند والثيرد ميتاتارسل ار ذا ريجيد كي ستون اوف ذيس جوينت ستابيليتي. ما يحتاج يعني هواي اناتوم نروح بيه، بس بصورة عامة الانترميديت كينيفورم اكو فد ليجمنت خاص يوصل للسكند ميتاتارسل، وهذا الليجمنت هو يعني خلينا نقول اهم شيء بالاستابيلتي مال هذا الجوينت كله، مال هذا الجوينت هذا الخمسه كلهن اللي هو التارسو ميتاتارسل جوينت. يعني فراح نعتمد كله على السكند ميتاتارسل حتى بتقسيمنا للانواع الانجريز اللي تصير بالتارسو ميتاتارسل جوينت. السكند ميتاتارسل هو الريجيد كيستون، بالتحديد السكند ميتاتارسل هو الريجيد كيستون اوف ذيس جوينت ستابيلتي. اوكي، الميكانيزم اوف انجري هسه حاليا تويستنج اوف ذا فور فوت. اوكي، التلور الفور فوت، الفور فوت هي شنو؟ الميتاتارسلز والفالانجز، هاي منا وفوق، هاي كلها الفور فوت. اوكي، واكو ميد فوت واكو هايند فوت. فتويستنج اوف ذا فور فوت هاي احتمال، اكزيال لودنج اون ا فيكست فوت، عفوا مو فوت، هاي فوت انكواينس. اوكي، يعني بلانتي بلانتر فليكشن. اوكي، يعني انت واقف على اطراف اصابعك وصار اكزيال لودنج، صار ضغط على رجليك، شلت شيء او اجى شيء طاح عليك او شوف شنو، صار اكزيال لودنج، هنا راح يصير فراكشر احتمال او ديسلوكيشن للتارسو ميتاتارسال جوينت، او كراش انجري ممكن دايركت بلو او دايركت انجري على الجوينت هذا او او البونز تسوي لنا الانجري. فهذني تو تايبس او تو ثري ميكانيزمز اوف انجري. Dorsal dislocation are more common. غالبا من يصير dislocation هذني البونز يروح عن dorsally، dorsum of the foot قصدنا، هذا dorsum of the foot وهذا plantar side of the foot sole of the foot. اوكي، فغالبا displacement هذا مال هاي، احنا قلنا displacement ناخذه على الديستال على الديستال فراجمنت. اوكي، ف displacement يكون dorsally. clinical features general features pain swelling، وقلنا نبدي يعني تشيك البلس، وهاي signs of compartment syndrome، احتمال اكو signs of compartment syndrome بالرجل بالايد، قلنا انه هواي كلش هواي compartment، هاي الاوستيوفاشال compartments اكثر من فورام اكثر من ار، فمكان تايت سبيس فغالبا يعني ممكن يصير ب compartment syndrome. هسه بالاكس راي، الاكس راي اكو تو فرايتيز اوكي مذكوره بالمحاضره، وهي السفرانك انجري صراحه يعني مش شفت بالنت انه 3 فرايتيز. اول فرايتي ما راح نحكي عليها اللي هي يعني الايزوليتد، ممكن ايزوليتد فراكشر ديسلوكيشن او فراكشر او ديسلوكيشن بوحده من هذني التارسو ميتاتارسال جوينتس الخمسه. اوكي، اللي راح نحكي هو انه الانجري يصير بكل الجوينتات سوا. اوكي، فالهومولاترال تايب، وراح طبعا نعتمد على السكند ميتاتارسال قلنا اهم شيء هو الهومولاترال انجري از ا لاترال ديسبليسمنت. اوكي، لاترال ديسبليسمنت اوف ذا فيرست تو فيفث ميتاتارسلز اور سكند تو فيفث ميتاتارسلز وير ذا فيرست ميتاتارسو ميتاتارسو فرانجل جوينت ريميز كونجرنت. كونجرنت يعني بين اناتوميكال الاينمنت والاناتوميكال بوزيشن، وتمام الجوينت ما بي انستابيلتي ما بي ايش، بس اعتقد مو ميتاتارسو فالنجيال جوينت هو المفروض هنا، التارسو ميتاتارسال جوينت الفيرست. اوكي، غلط هاي اعتقد. الهومولاترال انجري شنو القصد معناتها؟ قلنا بنعتمد على السكند، اذا السكند من السكند للفيفث رايحات لاترال كلهن شيفتد. اوكي، نشوف الاول، اذا الاول رايح ميديالي هاي دايفرجنت تايب، اللي هي كل وحده مبتعده عن الثانيه، هاي معناها كلمه دايفرجنت. اوكي، اذا الاول باقي بمكانه او رايح لاترالي
هاي معناها الهومو لاترال تايب، اللي هن يعني هومو يعني ذا سيم، كلهن ذا سيم، رايحات على نفس الاتجاه لاترالي. اوكي. Divergent type, a divergent injury is a lateral dislocation of the second to fifth metatarsals, هم lateral dislocation, with medial dislocation of the first metatarsal. إذا صار medial dislocation of the first metatarsal نسميه divergent type. هسا نجي للتريتمنت. بالمحاضرة ما مكتوب تريتمنت، فهسا نقدر نفكر management plan من اللي عرفناه لحد هسا واللي درسناه بلو principles. قريت التريتمنت بالكتاب، هو بما انه مكتوب يعني مو سيجنفكت نفس المتعودين عليه. اذا نبدي بتراكشن ريدكشن، اوكي، ولين هو انترا ارتكولر فراكشر، نسوي له انترنال فيكسيشن بليت سكروز، ونحط له ورا ما الانترنال فيكسيشن نحط له كاست، اوكي، ونن ويت بيرنج انه برا فتره نشيله، وننتبه بداية على الاديما وسوينس اوف كومبارتمنت سيندروم، انه بشيل الكاست ورا فتره ونظل هيك نعدل بالكاست لحد ما نتاكد من البرفكت الاينمنت والبرفكت بوزيشن. بالتحديد هنا بهذا الفراكشر قلنا ننتبه على سيجن ميتاتارسال جوينت، تارسو ميتاتارسال جوينت، لان هو الكيستون للجوينت ستابيلتي مال تارسو ميتاتارسال جوينت. بس نحكي على الميتاتارسال بون فراكشرز. اوكي، ميكانيزم اوف انجري ممكن تكون كراش انجري دو تو دايركت بلو، ضربة على الفور فوت مات البيشنت، اوكي، تكسر الميتاتارسال بونز. سبايرال انجري تويستنج، مثل ما قلنا من ساعة تويستنج هم يسوي فراكشر، تويستنج انجري يسوي سبايرال فراكشرز. افولشن فراكشر دو تو ليجمنتس سترين، الليجمنت يجر الفراجمنت اوف ذا بون ويسوي افولشن فراكشر، نعرفها هاي. بالتحديد تصير بالبيس اوف ذا فيفث ميتاتارسال، يسمونه جونز فراكشر. اوكي، ستريس او مارش فراكشر دو تربتد ستريس. التريتمنت مالته هو ريست وليفيشن وباند او سلاب للانكمبليكيتد للمو انتر ارتكولار، وهاي نسوي له اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن، ذا اكو انتر ارتكولار اكو او مالتيبل، اكثر من واحد صعب يعني يصير مانيبيليشن، يصير فراكشر مالتيبل سايتس ما يفيد الكلوز ريدكشن، لان انت من تسوي ريدكشن واحد يفلت الثاني يسوي ريدكشن، فغالبا هيك فراكشرات اذا مالتيبل تفتح اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن، اذا اوبن فراكشر فاكيد يسوي له اوفر ريدكشن. وهذا هو، ثانك يو، ان شاء الله صارت محاضرات الانكل اند فوت سهله عليكم او فهمتوا على الاقل جزء منها. شكرا جزيلا، مع السلامه.